يا صباح الفل من تايلاند. انا عارف ان انا لسه قايل لكم ان انا هستقر في تايلاند، بس بقى طلعت لي مصلحه في امريكا ولازم اروح. فدي السكه من الاوتيل على محطه الاتوبيس اللي هياخدني على المطار. زعلان جدا، عارف ان انت تبص تبقى ماشي من تايلاند وبص الجو عامل ازاي، البحر المياه شكلها عامل ازاي، وانت مضطر تسيب كل ده وتروح امريكا في عز السقعه. فراك خدت الولد اللي هو الموتوسيكل ده، ركبت وراه. انا رايح معيش حاجه خالص، انا رايح ايد ورا وايد قدام، يا دوب شنطه صغنونه خالص. باي باي يا حبيبتي، هتوحشيني، اتمنى ارجع تاني. يا خرابي على تايلاند وجمال تايلاند. مقهور ان انا ماشي منها، اول مره ابقى زعلان وانا رايح امريكا، بس الشغل اكل العيش، هنعمل ايه. المهم خدت الموتوسيكل دوت من عند الاوتيل على محطه الباص. 5 دقايق ده الباص اللي كنت ركبته المره اللي فاتت وانا رايح على الداون تاون، لو تفتكروا في الفيديو بتاع قررت استقر في تايلاند، دي باتونج بيتش. وفي نفس المحطه هنا بيجي الاتوبيس او الميكروباص اللي بياخدني على المطار. وفعلا هطلع في رحله 48 ساعه السكه من عندي من هنا لغايه امريكا، وادي الميكروباص جه ومستني الناس واتملى. ده بمية بات بس او 3 دولار ياخدك لغاية مطار. بص هتجنن، مش قادر. بص الجزر، بص الجمال، بجد تايلاند اتمنى ارجع لها تاني. فالمصلحة اللي في امريكا دي هتاخد 2 سنين ولا حاجة، فربنا يعني يسهل. ووصلنا الحمد لله مطار بوكيت بالسلامة. ده المطار ده هيطلعني على، اخد اول منه اول طيارة منه يطلعني على بانكوك اللي هي عاصمة تايلاند، لانه مفيش طيران مباشر على امريكا من تايلاند. فلازم يا اما اروح الفلبين، يا اما اروح هونج كونج، يا اما اروح على سنغافوره واركب منها مباشر على امريكا. انما تايلاند امريكا مع الاسف ما فيش طيران مباشر. طبعا اول ما دخلت مطار بوكيت، انتوا عارفين في الفيديو السابق كنت قايل لكم ان انا باكل وبشرب وبنام وبستحمى في الاوتيلات في المطارات مجانا. راجع بقى الفيديو بتاع ازاي تاكل وتشرب وتستحمى في المطارات ببلاش. المهم فدخلت ده اللاونج اللي انا مشترك فيه، عندهم فطار سندوتشات بتاع، ما كنتش صايم طبعا لانه بكل بساطة على سفر كبير 48 ساعة يعني. دي هنا دامبلينج حاطين لك على الصبح الساعة 9 الصبح، حاطين لك رز وفراخ وسندوتشات وكرواسون ورز ابيض. بص الجمال، اللي هو بقى عايز يعني يفطر يفطر، اللي عايز يتغدى يتغدى. هوريكم دلوقتي انا خدت ايه. فطبعا اللي مسافر ده مع رخصة يعني يستعملها. فطبعا لما تكون بقى مسافر من ابعد حتة في شرق الارض لابعد حتة في غرب الارض، سواد، انتوا هتشوفوا الرحلة دي صعبة عليا جدا. عارف يعني ايه 48 ساعة في السكة. المهم هنا في اطباق سلطة، اطباق فاكهة، سندوتشات تونة، سندوتشات جبنة، اللي على الشمال ده خنزير. فاللي خدته بكل بساطة وانا قاعد اشحن التليفون بيضتين، احنا كنا لسه على الصبح، على سندوتشين تونة. وده كان فطاري اول حاجة اكلها بعد ما وصلت على المطار. وشوفوا بقى الرحلة هاخد 4 طيارات. هتقولي انت فاطر في رمضان؟ هقول لك اه. الرحلة من بوكيت في تايلاند لميامي في فلوريدا 16268 كيلو 48 ساعة. يعني أنا هوصل النهاردة يوم 18 مارس، أنا هوصل أمريكا، هوصل نيويورك، ولسه عندي طيارة بعد كده على فلوريدا. هوصل نيويورك يوم 20. النهاردة 18 مارس، هوصل نيويورك يوم 20. فالرحلة 48 ساعة، 4 طيارات، 16268 كيلومتر. يعني لو مش انا اللي هستعمل رخصة الفطار في السفر، اصل في ناس هتقول لك هو انت مسافر على جمل؟ جمل مين؟ هتصوم على انهي بلد وتفطر على انهي بلد؟ ما ينفعش. الناس اللي بتسافر مسافات طويلة من حقها تستعمل الرخصة بتاعت ان كنت على سفر يعني، او من كان على سفر، من كان منكم على سفر، من كان منكم مريضا او على سفر، فعدتهم من ايام اخر. فاهم الدنيا ماشية ازاي؟ بس فانت فاطر في رمضان؟ لا انا فاطر عشان انا مسافر. لا واحد مسافر 17000 كيلو في 48 ساعة هيصوم ازاي؟ على توقيت ايه ويفطر ايه؟ والرحلة كلها ضلمة. يعني
لو بدأت الصيام في تايلاند هفضل صايم 48 ساعة، هوصل أمريكا هتبقى ضلمة برضو، وطول السكة ضلمة برضو، ما هو الوقت بيقف. مش عارف اشرحها لك ازاي. المهم ان انا من حقي استعمل رخصة ربنا عطاها لي، يعني ان الله يحب ان تؤتى رخصه. فعندك انت مسافر، مش مسافر ساعتين ولا اربعة، لا انت مسافر سفر من اقصى مشرق الارض لاقصى مغربها، فاطر يعني. وان شاء الله ربنا اليومين دول يغفرهم لي ونعوضهم في ايام تانية ان شاء الله. وربنا يعطيك رخصة، اديني يسر عشان بس الناس اللي هتهرتل في الكومنتات. صباحكم جواب. وفعلا بعد الفطار دخلت، ادي اول طيارة، عدوا معايا بقى كم طيارة من بوكيت على طول على امريكا، كم طيارة. المطار طبعا على البحر زي ما انتوا شايفين. بوكيت دي سكر يعني، طيارة بقى صغنونة دي هتطلع، دي طيران داخلي هتطلع بينا، دي طيارة اير اسيا كان ثمنها $70. يعني رايحين بس داخلي من جزيرة بوكيت على طول على بانكوك عاصمة تايلاند، عشان اخد طيارة تانية من بانكوك اول طيارة على مانيلا في الفلبين. من نفس المطار ده هاخد طيارة تانية على الفلبين بس كمان 4 ساعات. يلا بينا. وفعلا دخلت اللاونج بتاع مطار بانكوك ده الدولي بقى، هطلع من بانكوك في تايلاند على مانيلا في الفلبين. ده بقى اللاونج او الاكل برضو مجانا بتاع المطار بتاع بانكوك الدولي بقى، بار كامل للسلطات، سوشي، سندوتشات برضو تونة، سندوتشات خضار للفيجيتيريان او الناس اللي هم النباتيين، سي ويد، اكل تايلاندي، حاططلك حاجات عجيبة، طبيخ. كنا وصلنا كنا بقينا الظهر بقى خلاص، كورن فليكس للي لسه صاحي وعايز يفطر، صوصات، دامبلينج. ده لونج عجيب وأول مرة كنت أخشه. تعالوا بقى نشوف الحلل دي، ده رز أبيض أساسي، الرز الأبيض ده أساسي، يفطر غدا عشاء، فراخ تاني، صدور فراخ في الشوربة، ده رز أبيض تاني من كتر ما الناس بتاكل رز الصبح في آسيا، ودي نوع تاني من الفراخ بالصوص بالخضار، دي فراخ بالكاري أعتقد أو حاجة كده، شكلها حامي جدا ما كلتهاش، وده سي فود بالشوربة سي فود يعني مختلفة، وده تشيكن وينجز أو أجنحة الفراخ، ودي بقى سباكيتي بالسي فود، سباكيتي بالجمبري بالحاجات دي. ده دي كده جزء، في جزء تاني بقى مكرونة يعني مكرونة سادة وجنبها بقى كل الصوصات، عندك ده بيستو صوص، اللي بعده مش عارف كاربونارا، اللي بعده مش عارف بينك صوص او حاجة كده، ايوة يعني الدلع كله، فاهم؟ انتوا عارفين ان وجبات المطار غالية جدا، فطبعا لما تشترك او يكون معاك الكارت بتاع امريكان اكسبريس ده، ودي مش دعاية والله، هو فعلا الواحد محتاجه يعني. اللاونج شيك جدا، لطيف جدا، نظيف جدا، الناس بره في المطار بتاع بانكوك بقى قاعدين على الارض من كتر البشر اللي موجود هنا، بقى في شاور هنا بيتعمل لك مساج وانت قاعد مجانا لمدة 15 دقيقة على ظهرك، ده بار كامل بقى للناس اللي بتسكر. طبعا انا فاطر عشان انا مسافر، بس مش لدرجة نقعد نسكر بقى. انا الحمد لله طبعا ما بطل كل الرومز دي والاوض اللي انت شايفها دي علشان خاطر لو في عائلة مع بعض عايزة تقعد بتاع مش عارف ايه، هدوء. مطار جميل جدا، مطار بانكوك. مين يتخيل ان دي بانكوك يا جماعة؟ مين يتخيل ان دي تايلاند؟ احنا ما عندناش كده في امريكا يعني، امريكا نفسها ما فيهاش لاونجز بالنظافة دي. بص الجزء ده بتاع الدرجة الاولى، ده بتاع الناس اللي مسافرة يعني، من حقك تخش لو انت مسافر في الدرجة. بص الورد، بص الاكل، السندوتشات، المعالق، الشوك، السي فود، الكورن فليكس، الكرواسون، مش عارف ايه، الخدمات. تايلاند فاجئتني، بار تاني خالص للناس اللي هي بتوع الدرجة الأولى، يقعدوا يشربوا شاي وقهوة ويسكروا زي ما هم عايزين، كل ده مجانا للناس اللي معاها الكارت ده. فالحمد لله ان انا كان معايا الكارت ده، لده وفر لي آلاف الدولارات. انت عشان تخش مثلا ماكدونالدز في اي مطار وبالضرب وبتاع، تتكلم في
في 30 40 دولار الوجبه يعني. انا مش مصدق طبعا. الطياره نمره 2 من بانكوك للفلبين. تعبت اوريدي. ده انا لسه في طياره من الفلبين لنيويورك 17 ساعه، وبعدين 3 ساعات ونص من نيويورك لفلوريدا. انا حصل جثه. كل ده من غير تدخين حقيقي. ودي كانت اسوأ حاجة في حياتي طبعا. طيارة بنت الكلب جابوا للناس كلها اكل ما عدا انا، لان جت بتقول لي ايه الفراخ خلصت، تحب اجيب لك خنزير؟ ما عندهاش الا خنزير. فدي كانت طبعا اول مرة في حياتي اركب الطيران الفلبيني، وعمري ما شفت طيران بيقدم خنزير على البتاع، فما اكلتش طبعا. فكويس قوي ان انا كنت واكل كويس في اللاونج بتاع مطار بانكوك، لانه بكل بساطة ما كانش فيه. وصلت فعلا الفلبين يا جماعة مقتول جعان. ادي الاوتيل اللي دخلت فيه اسمه اوتيل 101، اسمه كده اوتيل 101 مانيلا. وصلت مانيلا طبعا، وصلت الساعة 3:30 الصبح. تعالوا نخش مع بعض الأوضة أوريكو منظر الأوضة. أنا ما كنتش لسه شفتها ولا دخلتها، قلت أصور كده معاكم وأنا داخل وأفتح أوريكو الانطباع اللي جالي. يعني أوضة متواضعة جدا. ده كان بقى 47 دولار. اوكي. ايه الاوضه الغريبه دي؟ وصلت الفلبين. ب 30 دولار اوضه عجيبه بتكييف قديم وبتاع. حمام اهو. شاور. وصلت الساعه 4 الصبح. وهعمل تشيك اوت الساعة 1 الظهر، ليلة واحدة في الفلبين. هنام ساعتين واقوم اعمل تشيك اوت واروح على المطار تاني. المطار بقى تقدر تاكل وتشرب وتعمل اللي انت عايزه. وبكرة بقى عندي طيارة، الطيارة التالتة بقى. أول واحدة كانت من بوكيت على بانكوك، ومن بانكوك على مانيلا. أنا في مانيلا دلوقتي في الفلبين، عاصمة الفلبين. وبكرة بقى 17 ساعة طيارة من مانيلا لنيويورك. وبعدها عندي طيارة رابعة من نيويورك على يعني على فلوريدا. ده سواد اللي انا فيه ده. يا الله شو تعبان. يلا نرتاح بقى واشوفكم بكرة الصبح. ما نشوف ايه اللي انا مش شايف اصلا اي حاجة في المنطقة اللي انا فيها. فهنشوف الدنيا، هصور لكم بقية الرحلة. يلا توكلنا على الله. تصبحوا على خير. وفعلا تاني يوم الصبح طبعا شفت بقى المنظر. ايه ده الاوتيل حلو وبتاع. كل ده كان انا قلت 30، بس هو كان ب 47 بصراحة بعد الضرايب وكل حاجة يعني. وزحمة بقى، تحس عشان هو جنب المطار بالظبط، تحس ان المطار كله بيجي ينام هنا يريح ساعتين وبعد كده يرجع المطار ياخد رحلته على اي بلد ايا كان هو رايح فين بقى وبتاع. فكان الاوتيل زحمة بغباء، اوتوبيسات كاملة مليانة ناس، وانا مستني. بقولك الطيارة التالتة، مستني الطيارة التالتة. Hello, how are you? Thank you for coming. Going to the airport. Terminal 1. Yes, sir. وفعلا خدت اوبر على المطار الفلبين بقى. وانت رايح سكة المطار انت بتخيل العشوائيات اللي فيها طبعا. يعني كنت لسه بوريك تايلاند قد ايه الجمال. انت عارفين ان انا لما روحت اسيا عشان استقر في الفلبين، لكن لما جيت لقيت ان ممنوع التدخين في الشارع، السجاير والكلام ده كله، وفيها ريستريكشنز وعشوائيات بالمنظر ده، قلت لا انا هبقى ازورها. وهي بلد حلوة واهلها طيب وبيكلموا انجليزي لبلب وكل حاجة، بس انا ارتحت اكتر في تايلاند. حسيت انها ارخص اجمل انضف، رغم ان الناس ما بتتكلمش انجليزي زي الفلبينيين. شايفين يا جماعة المواصلات دي الاوتوبيسات دي من الحرب العالمية التانية، كانوا سابوها الامريكان. عربيات نقل الجنود هي دي المواصلات بتاعة الفلبين اهي. فطبعا كان هيبقى صعب العيشة في مانيلا علي. فهو اخري كده اروح اسلم عليهم، لانهم من اطيب شعوب الدنيا ومن انضف شعوب الدنيا اللي هم الفلبينيين، وانا بحب الشعب ده قوي. لكن البلد هيبقى صعب ان انا اعيش فيها، لانه هتبقى صعبه عليا. الدنيا اروق قوي 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 قوي، رايقه خالص في تايلاند. الفلبين تحس ان انت لا، الدنيا زحمه، عشوائيات، بيوت قديمه، بلد عريق قديم قوي وبتاع. فحسيت ان تايلاند اهدى نفسيا ليا من وفعلا وصلت المطار تاني ده اللي جيت عليه.
والتدخين كان صعب، كان لازم تمشي كام كذا كيلو عشان تروح تشرب سيجارة في مكان عاملينه للسجاير وترجع تاني. بص بقى الناس تحت بالهبل واقفين طابور، انا لان انا ما معيش شنط دخلت على طول على اللاونج وعديت من الهجرة، والمرة دي بقى مستني طيارة 17 ساعة علشان توديني على امريكا. يا جماعة دي بقى اسوأ طيارة ركبتها في حياتي وصعبة قوي. اللاونج كان جميل جدا والاكل كان فيه حلو، سندوتشات كيك بدي فور معجنات وكيك وشوكليت كيك، ده قسم الحلويات. الناحية التانية بقى عندك سلطة سيزر سالاد، ده خنزير، ده دامبلينج خنزير ارمي على جنب. اللي بعده تاني كان دامبلينج خنزير من نوع تاني ارمي على جنب، فمع الأسف ما كانش فيه غير النوع ده، عبارة عن رز وفراخ أكلته والمكرونة بالتونة ودي نفخت لي بطني جدا، وحمص. وهنا في شوربة رز، شوربة فراخ بالرز دي كانت جامدة جدا، دي خدت منها الطبقين. انا بقى هاكل ايه؟ ايس تي، ده كرفس مع جزر، دي شوربة رز بالفراخ، سلطة المفروض ان هي سيزر سلط، مكرونة بالتونة، فراخ بالكاري، وده المفروض العشاء بتاعي قبل الطيارة 17 ساعة على نيويورك. ولسه بقى في حلويات وبتاع، هاكل على قد ما اقدر طبعا عشان ما اكلش في الطياره، يعني اكل الطياره عامه يبقى بقى خنزير يا بيبقى زباله اساسا، اكل بلاستيك. لا واللونج حلو، يعني اللونج شيك. بره بقى الناس نايمه على الكراسي فاهم ازاي، ومسافرين العاديين وبتاع، انا في اي بي. اخيرا نيويورك الساعه 8:30 ودلوقتي الساعه 8، فاضل نص ساعه والطياره واقفه. أمّة لا إله إلا الله رايحة نيويورك، أمّة لا إله إلا الله رايحة، يا خرابي فيش كرسي فاضي، الطيارة فول فلايت. هذه الطيارة وادي الكابتن، اثنين كباتن، ثلاثة أربعة، عشان 17 ساعة اتنين يشتغلوا واتنين يناموا في الكابينة، وبعد كده اتنين يشتغلوا تاني واتنين يناموا، أربع كباتن طايرين بالطيارة بتاعت مانيلا نيويورك 17 ساعة. بعد أربع سنين غياب رايح على أمريكا، ثلاث سنين في تركيا وسنة في آسيا، تايلاند، ماليزيا، فلبين، وبالي. أنا كرسي 53 57 53 كي، الحمد لله جنب الشباك 53. Thank you. انا قاعد في الديل حضرتك، يعني في السبنسا اللي هو 50. طب والله 53 كده بتاعي اهو اهو، قشطه جدا. يلا بينا، الكرسي ده هتزن عليه 17 ساعه، انت متخيل 17 ساعه للخرا ده كله؟ بس جنب الشباك اهم حاجه، مش هشوف حاجه، هعدي على القطب الشمالي لاول مره في حياتي، وهقطع المحيط الهادي بالعرض لأول مرة في حياتي، وهطير فوق ألاسكا لأول مرة في حياتي. أما نشوف الدنيا هتبقى عاملة إزاي. جيت لقيتهم حاطين لي سماعة بطانية عشان أتغطى بيها، خليها في الأرض دلوقتي، ومخدة، كل واحد مخده بطانية عشان يحطها ورا دماغه وينام. حاطين دي شاشة GFK مانيلا GFK، تطلع الساعة 8:30، 16 ساعة. القطب الشمالي هنطير فوق النورث بول، القطب الشمالي، وبعدين نوصل على ألاسكا، وبعدين نقطع أمريكا كلها بالعرض، يعني نقطع المحيط الهادي بالعرض ونقطع أمريكا كلها بالعرض. دي كانت أكتر طيارة متعبة بالنسبة لي في حياتي، 17 ساعة من غير دخان ومزنوق في الكرسي الصغير ده، طلع عين أمي يا جماعة، أنا اتبهدلت وطلعت تعبان
اخيرا شفنا نيويورك من فوق. نيويورك يا جماعه حلم للعالم كله اللي بيحب امريكا بقى، ونيويورك من فوق. واصلين الساعه 1 بالليل طبعا. الاكل كان زي الزفت، نزلت طبعا من الطياره عايز اخرج بره اشرب سيجاره. وصلت المرحلة ان انا مش قادر، خدت الواد بتاع اوبر، بص شكلي عامل ازاي، اللي هو يعني ممكن امسك في خناق حد اموته، انا تعبان. اخيرا وصلت جيرسي، او ماي جاد، وصلت على جي اف كي في نيويورك، وبعدين خدت تاكسي على جيرسي، واديني دلوقتي وصلت على الاوتيل اسمه فيرفيلد في جيرسي، جنب مطار نيو ارك بالظبط، اللي هاخد منه الطياره الرابعه بكره على فلوريدا. طلعت من بانكوك ايه، طلعت من بوكيت 18 مارس، النهارده 20 مارس، بعد 4 سنين غياب عن امريكا رجعت تاني الولايات المتحده. يا الله على التعب والموت اللي انا فيه، بهدلت 17 ساعة في الطيارة من مانيلا من الفلبين لغاية نيويورك، اتفشخت. ونيويورك درجة حرارتها 3 تحت الصفر، وانا ما عنديش هدوم تقيلة اساسا، يعني انا بصوا الدنيا تلج 3 تحت الصفر. اشرب سيجارة وكوباية شاي واطلع انام ارتاح، عشان بكرة الصبح عندي الطيارة الرابعة على فلوريدا. وبعدين اعمل لكم بقى كل الفيديوهات اللي انتوا نفسكم فيها بتاعت فلوريدا دي. 4 سنين، او ماي جاش، 4 سنين، 3 في تركيا وسنة في لفيت اسيا كلها، او ماي جاد. قبل ما امشي خليني اوريكم الاوتيل ده، الباركينج بتاعه ده ب $120 في الليلة، مع الاسف ده كان ارخص حاجة لقيتها. نيويورك بقى واسعار نيويورك، ده اللوبي، هنا مكان الفطار من 6 ل 9 الصبح، اوضه رقم 521. انا طلعت رميت حاجاتي طبعا ونزلت اشرب سيجاره او كوبايه شاي اول حاجه، لاني كنت خرمان. 521 ده التواليت، شفتوا تلج، شاور، تواليت، ودي الأوضة كده بعد ما نورت لغاية الصبح. بس أنا مش هفتح شنطتي، هخليها زي ما هي كده عشان أنا ماشي الصبح، أتوكل على الله. تصبح على خير. مطار فاضي جدا، معرفش ليه. نيو جيرسي، مطار نيو جيرسي، معرفش فاضي ليه. رمضان كريم، يلا بينا على فلوريدا، باك هوم. خلاص رجعنا لأصلنا. كنت ناوي استقر في تايلاند، هستقر في تايلاند بس هخلص المصلحة اللي هنا وابقى ارجع تاني، هتاخد لها على الاقل سنة ونص. يلا دي رجعت في فلوريدا. لو عايزين اي فيديوهات معينة قولوا لي بقى اللي انتوا عايزينه عشان اقدمه لكم. اخر طيارة، بقالي يومين في السكة لسه ما وصلتش. الطيارة الرابعة والاخيرة من جيرسي على نيو جيرسي على فورلادا ديل او ميامي. يلا باي باي. الطياره كان كلها كلاب، في 3 كلاب كلهم عمالين يصوصوا بالمنظر ده، وانا قاعد هتجنن، هفضل اسمع 3 ساعات اصوات الكلاب. بص شكلي عامل ازاي. الطياره الرابعه يعني بجد، اللي هو الطياره كلها كلاب. الامريكان بقى مدلعين كلابهم يمكن اكتر من مدلعين ولادهم بيرموهم، انما الكلاب لا، الكلاب تسافر درجه اولى معانا وبتاع. واخيرا فلوريدا بقى من فوق، او ماي جاد، وحشتني سنين، ربنا ما جيتش هنا طبعا. ومطار فورلادا ديل اللي هو ما بينه وما بين ميامي 20 ميل 20 كيلو كده او 25 كيلو متر. ورجعت بيتنا اخيرا بعد يومين في السكه و4 طيارات، رجعت تعبان جدا. واخيرا وصلت فلوريدا، اجرت عربيه وقاعد في اوتيل لمده اسبوع، وهو ده اللي اي مهاجر جديد، انا بقالي 4 سنين ما جاتش، هو ده اللي اي مهاجر جديد هيعدي عليه.
الرحلة كلها من تايلاند. طبعا الرحلة من مصر هتكلف ألف أقل من كده. من تايلاند لأمريكا بإيجار العربية، بأوتيل أسبوع، بإيجار العربية أسبوع، بكله على ما ألاقي شقة واشتري عربية. الحاجات دي سهلة جدا، تلاقي شقة وتفرشها وتشتري عربية هنا في 3 أيام. كل ده واقف عليا بألف ونص وان واي جاي بس. فأي مهاجر جديد هيعدي على اللي أنا عديت عليه. صباحكم زي الفل، رمضان كريم من أمريكا. أنا قاعد هنا، قولولي في الكومنتات إيه اللي أنتوا عايزين تعرفوه، إيه اللي أنتوا عايزين تصوروه، واللي عايزين تشوفوه. الأسعار لقيتها زي ما هي، غليت حاجة طفيفة جدا كأكل وشرب وول مارت مش عارف إيه. امبارح رحت جبت شوية أدوية وشوية عشا وبتاع مش عارف إيه والكلام ده كله، وسحور وحاجات كده وبيض. الدنيا كانت جامدة جدا على فكرة. الأسعار زي ما هي أو غليت حاجة بسيطة جدا، مفيش الانتفاخ ولا اسمه الانفليشن اللي هم قالوا عليه ده، التضخم الكبير قوي. عرفوني انتوا عايزين ايه، اكتبوا لي في الكومنتات. شكرا لو قعدت معايا لغايه اخر الفيديو. I love you، واشوفكم الفيديو اللي جاي. قولوا لي انتوا عايزين تشوفوا ايه من امريكا. باي باي.